مرحبا بمستمعي ديوان فام وينما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة، واليوم باش تسمعوا الحلقة الخامسة والأخيرة من القاتل التسلسلي الرهيب جيفري دامير، وكونوا متأكدين أنه اللي قدمناه لكم هو من وثائق مكتوبة ومرئية وفيها اللي غير موجود في السلسلة متاع نتفليكس. وعلى هذاك بدينا في الخماسية اللي خصصناها لجيفري دامير من ولادته لطفولته لمراهقته لشبابه في تسلسل واضح يخضع لتواتر الزمن اللي عاش فيه جيفري دامير من البداية مش من النهاية، باش هكاك تكتشفوا أطوار حياته تدريجيا ويصير عنصر التشويق، وفي نفس الوقت نحافظوا على الكرونولوجي متاع الوقايع اللي صارت، معناها تواتر الأحداث واحدة بواحدة كالمونجالة. وقبل ما نبدأ في سرد وقايع الحلقة الأخيرة، نعلموكم أنه ديوان فام باش تهبطلكم الخمس حلقات في جزء واحد مترابط، ولهنا نرجع للمكان اللي خلينا فيه سفاح ميلوكي. كما سبق وحكينا لكم في الحلقة اللي فاتت يعني الرابعة، جيفري دامير خلى جليندا وهي تحكي له على الروايح ومشى للكلوب دو 119 ولقاها كالثلاثي متاع الشواذ، واقترح عليهم $50 مقابل حصة متاع تصوير. وربما جيفري تخامر فيه فكرة أنه يقتل ثلاثة مع بعضهم، يعني يطبق عليهم نفس السيناريو، برشا شرب ومخدرات وهو لسربي ويحط لهم الحرابش اللي يدخلهم في غيبوبة، وبتبيعة من بعد يتعدل الجزء اللي بعده، خنقان باليد، شينيول في الدماغ، سكينة للذبيحة. الحاصل باش ما نطولوهاش وهي قصيرة، زوز منهم رفضوا العرض متاع $50 وبقى واحد اسمه تريسي متردد، ودامير بدأ يحاول فيه حتى لين جابه في القالب. وقبل ما يهزك تفل الشقة متاعه كي جاو خارجين هكا الزويز اللي قعدوا يعني هارولد ودون قالوا له ما تو نطلوا عليكم من بعد، وسألوا جيفري على دريسة وهو اعطاها لهم غالطة. بعضهم البرنامج الاتجاه المعاكس تماما للدار متاعه واللي ما كانتش بعيدة على حانة الدو 119. مختصر الحديث هما مشاو ودامير خزر للطفل وقال له شاسمك يا سسمك؟ قال له تريسي إدواردز. هيا باهي، قال له نمشي للدار ماهيش بعيدة. ولهنا الطفل خزر له قال له مش قلت اللي تسكن في وسالس يلزمنا كرهبة؟ قال له ليه ليه، البورتمان متاعي قريب، درجين على سقينة أو لهنا. ومن المفروض هكا الطفل التريسي من اللحظة هذه ياخذ حذره من دامير، لأنه اعطى عنوان غالط لصحابه معناها ما يحبهمش يجيو، وهذا أمر مسترب. في ترابط هالأحداث ودوب ما خلطوا للبورتمان والتريسي دخل الشقة، الريحة غشمته شعره لدغاشة، والآخر كي عادته خرج له هكا اللبانة متاع الحم اللي بعثه لوبوه، وكيفاش الفريجيدير طاح له أمبان والماكلة اللي عنده الكل فزت وعملت الريحة. لكن في ساعة ما صفستو قال له ولا يهمك، أتو نحل الكليماتيزور والريحة تمشي، مرحبا بيك في حوشنا. وأول حاجة عملها مشى سكر الباب متاع الدخول بالكوبة الفوقانية، وهكا طفل تريسي للمرة الثانية ما عطاش أهمية للمسألة هذه، وبقى يقلب في البورتمان في الوقت اللي جيفري قاعد يلغم له بالسرقة في كاس بيرة. ودوب ما جاهو مدهول وعمل له تشين على الكاس، تريسي فاق باللي الكاس متاعه فيه حاجة، الكشكوشة ما كانتش طبيعية. ودامير قال له سامحني، يمكن الكاس قعدت فيه ليكيد فيسيل ما فقتش بيه، ما هيش حاجة كبيرة. قال له هاي كالكشاكش تتفاعل مع بعضها وتلتوي كما البدنات متاع الأحبة. ورغم التطمين هذا تريسي بدأ يخاف بالحق وحس أنه الأمور ما هيش طبيعية بالكل، ومن اللي كان باش يشرب بطل، وعينيه ولات تلعب على المحتويات متاع كالشقة، وشاف من جملة ما شاف كتاب معروف اسمه إنجيل الشياطين، وقتها مسار نغاروتت وضربوا الرعب بالحق.
وسكت سكت ورأسها ودار على اليمين أو على اليسار، وطلب من جيفري أنه يمشي على روحه على أساس أجلها الحصة متاع التصوير لنهار آخر. دامير بتبيع كليه ماكلة بالكلام وتمكن ببرشة دهاء باش يقنعه يقعد ويغير رايه، لكن تريسي ولا ماخذ حذره منه، وكان عنده الحق على خاطر جيفري عمل روحه يوري فيه في الأكواريوم بتاع الحوت. وفي اللحظة اللي ما كانش يستنى فيها تريسي غفلوا حط له منوت في ديه كان محضرها حطتها في مكتوب سرواله من تالي، وبتبيع ردة الفعل متاع تريسي تمثلت في عركة بيناتهم وبداوا يتفارعوا وتريسي ولا يسيح. بالوقت كجليندا جارت الساس عينيها تحلت قد ماهو واذنيها كيف كيف كالبارابول. هبتت وقربت مكان المنفذ اللي ما بين دارها ودار جيفري وبدات تتسقر باش تسمع اش فما، وفجأة بيت الحس. في تواتر هالأحداث جيفري سكر الفم متاع تريسي وغلبه وجابه ملطوخ، وبالوقت هالسكينة كانت محطوطة فوق الكومود وهدوا بها. قالوا راك ما زلت تسيح، نخليك تبلع السكينة بدمها. الطفل المسكين خاف وفهم أنه دامير ما هوش من نوع اللي فادلك. في الأثناء كالجارة جليندا لسقت وذنيها تقول ماكينة متاع إيكوغرافي ولا صناتات باش تفهم شنو اللي صاير. وفي الأثناء جيفري أقنع تريسي أنه ما عادش يسيح وهزوا تحت التهديد البيت النوم متاعه. قال له ماك ما تحملش الروايح، هاني باش نقعدك في بلاصة كليماتيزي. أوكي ما فهمت ولا ثم لا كليماتيزور لهم يحزنون. جيفري يموت على الريحة متاع الجيفة حتى ما هيش فري، يتنعوش بها وكأنها بارفان، والظاهر أنه خيوط الشمان اللي عنده مقلوبين وحتى الشبابك متاعه ديما مظلمين وما يحبش يحلهم. في نفس الإطار وباقي في الدار متاع دمار، قاعد هكا طفل تريسي على الفرش واللي كانت عليه ركراكة متاع دم، دمك الطفل المسكين أنتوني. وبرع عادك الطفل فين باش تلقاه، هو بتبيعته يرعش من الخوف وزيدك الدم زادوا فجعة على فجعة بكم جملة. وهذه ما كانتش المفاجأة الوحيدة، لأنه في تركينة متراكن متاع البيت كانت ثم بطية كبيرة مسكرة، ودوب ما تريسي شافها عينيه زعزت وزاد رعب على رعب. وجيفري ماهوش لهنا، يتلذذ في اللحظة بالمسبق، وبكل دم برد مشى حط كاسيت فيديو فيها فيلم رعب. قال له خلينا ساعة نروح ونتفرجوا في الفيلم متاع الإكزورسيس تروى، يحكي على عزام متاع كنيسة بشي يخرج جن من طفلة، والثلاثة أجزاء متاع الإكزورسيس يخوفوا بالحق يرعبوا. الحاصل بقاو يتفرجوا في الفيلم وتريسي متقلق على الاخر، وفي محاولة منه باش يستميل دمير بقى يداعب فيه ويمسح عليه ويوحيله اللي هو يحب على علاقة حميمية. لكن جيفري استلبس وقعد مركز معك الفيلم متاع الرعب، والحكاية هذه ظهرت غريبة لتريسي وبدل السيستام. خرج للصالون وقال لدمير يا اخي مش كنت ناوي باش تاخذ لي تصاور، هيا من حينك. ونزع حواجه وبقى في سروال وبدا يشتح في شطحه بكلها ايحاءات جنسيه. جيفري مشى جاب المصوره وبدا ياخذ في تصاور لتريسي، لكن بطول المده وتحت تاثير الكحول والماريخوانا بدا يترهوش، وتريسي يعمل هكا ويخطف باجوره ويسخط بها دمير جابه ماخذ طوله. هو في شيره ومراياته في شيره، وطول مشى للباب متاع الخروج باش يحلو، لكن من الرعب والربثة ما نجمش يدور الكوبة الدخلانية. ودامير في ساعة مقام هز مراياته ولبسها ومشى لتريسي، شدوا من خناقه وولاوا الاثنين يتفارعوا مرة أخرى. ولهنا تريسي اختفى ياقة محطوطة على مرفع من المرافع وضرب بها جيفري مرتين على الأقل على راسه، جابوا ملطوخ ماد طوله. وهذيك هي اللحظة اللي تمكن فيها أخيرا باش يحل الباب ويهرب، وبدا يسيح على طول صوته في وسطك الكولوار متاع ليتاج. ودامير مازال طايح في الشقه متاعو على خاطره حاول باش يخطف التريسي من ساقيه وجا مكبوب. في ترابط الاحداث السكان سمعوا السياح واولهم الجاره جليندا اللي دوب ما خرجت ولقات جيفري دامير مستلبس طول رجعت لدارها مرعوبه خايفه منه.
وكان كمنتري سيهبط يجري للشارع وسقيه أعلى من راسه، يعيط ويستغاث يطلب في النجدة من الناس وشكونه اللي باش يخرج له فيها كليل. العباد الكل هم مسكرين على رواحهم، وميلوكي كيما حكينا لكم خنق على حالها، الروح فيها كذبانة. وهاكم تسمعوا في العرض من مشلة من مشاتل متاعهم. مختصر الحديث، الثريسي هو يعيط ويشالي ويلالي وبزار وباش تعرضوا كهربا متاع شرطة، وقفلها وهز يديه الفوق وهبط على ركايبه. هما وقفوا الكهربا وهبطوا وبقوا باهتين في السيد هذا اللي عريان من فوق ومباذلوا في يده منوت. البوليسية قربوا منه ويديهم على مسدساتهم، قالوا له شنية حكايتك انت، شنية اللي صار لك؟ صارست لهم الحكاية من باقية يعني البار والبيرة، ادى الاخرى هي الدار اللي مشالها متاع دمير، وما خلى حتى جزئية من اللي شافوا واللي صار له. الحاصل مشاو معاه ودقوا على الباب متاع دمير. هو حللهم وما خلها كسلسلة مربوطة لشان دو سيكوريتي باش يقعد الباب مبشق. واحد من الأمنيين قال له السيد هذا يقصد التريسي كان معاك؟ جيفري قال لهم بكل برود الدم، ايه كان معايا لهنا. انت اللي ركبت له المنوط؟ قالوا له كالعادة وبكل برود الدم. قال لهم ايه انا، اما راهي لعبة جنسية بيناتنا مستانسين انا وياها كاكا. وفهم البوليسية اللي هو وتريسيتي صحاب من زمان ومثليين ومعاشرين بعضهم من غير حتى مشكل، وأنه اللي صار نهارتها ماله إلا سوء تفاهم وما هوش يفهم علاش تريسي تغشش منه وهرب. هالبوليسية هادوما ما همش كيما زوز العوان الأوباش الأخرين، يعني بالارزاك وقربيش واللي كانوا السبب في مقتلك المراهق المسكين كونيركك اللي خوهم نعم جيفري، لكن هو المسكين كلها في عظامه ومخه تنقب بالشينيور. هالزوز بوليسية هادهم يخدموا على رواحهم وما همش ناويين باش يمشيوا من غير ما يفهموا شنو اللي صار بالضبط. ولهنا واحد منهم طلب من جيفري دامير باش يجيب له المفتاح متاع المنوت اللي مازالت مسكرة في اليد متاع تريسي. قال لهم باهي وجابش يسكر الباب ويمشي، لكن ساق البوليس كانت حاجز بينه وما أراد، وزاد قال له تسمح لنا ندخلوا. دامير سكت ومن بعد مهما هما القام يقول حللهم الباب دخلوا، لكن تريسي تقول ضربوا تريسيتي في هكا البورتمان، ما حبش يعتبوا بسقيه بقال برا في الكولوار. وكي سألوه منين جاي هكا البارفان اللي مالي الدار، عرض لهم المحفوظات متاع اللحم الفاسد اللي يعرض فيها ديما على الناس الكل. قالوا له وينو المفتاح متاع المنوت؟ قال لهم في البيت. هو حب يمشي يجيبه والبوليس قالوا له اقعد لهنا، وطلب من زميله باش يجيبه من بيت النوم. ولهنا مش لازم نقولوا انه اعوان الشرطه بداوا يحسوا انه الامور مسترابه. البوليس دخل البيت متاع النوم وشاف كركراكه متاع الدم اللي على الجرايه، لكن ما فاقش بالسكينه اللي كانت تحت الفرش. ودامير خزر لها وتحرك نسبيا في اتجاهها وماذا به يزيد يدزها لداخل تحت الفرش. البوليس الاخر قال له وينو المفتاح فين حاتو؟ قالوا في القجر متاع الطابل دنوي. البوليس فعلا حل القجر ولقاه غادي، ولقى معاه برشا صور بولارويد يعني صور فورية، هزهم وبدأ يتفرج فيهم بالكعبة وياريت ما شافهم. من الأول في باله صور خالعة متاع مثليين، من بعد بدأ يشوف في جثث يعوم ويغطسوا في الدم متاعهم. وطول تلفت لصاحبه وعينيه زعزة، قال له تصاور فيهم جثث بالحق بالدم متاعهم مش مكياج. جيفري لهنا جا باش يهرب وكالبوليس اللي بحذاه تلكمت عليه، وفي سما ركبوا له المنوط في ديه وكتريسي من برا يتبع في العملية. ووقتها تنفس السعداء وبدا يبكي كما يقولوا من جوارح قلبه بحرارة الشي اللي صار له ومن هكا الكابوس اللي كان فيه. في الأثناء البوليسية وهما يقراوا له في الحقوق متاعه كما مستانسين وقت اللي يشدوا واحد، وهو الملامح متاعه تغيرت تماما وتقلب، ما عادش هيك الحمل الوديع اللي ما يجيبها فيه حتى حد ويعديها بسهولة على الناس. وجهه ولا أخيرا متاع مجرم رهيب، عينيه تبرق كالذيب من تحت كالمرايات تفجع والشر يتناطر منهم. وبالطبيعة السكان اللي فيها كالبلاص كلهم تصبوا في الكلوار، وحتى ما كالجيران اللي عاملين رواحهم ما يسمعوا شي وقت اللي تريسي يطلب في النجدة، الكلهم جاءوا أفواج أفواج. وبشوية بشوية ولات حذبة، وهكا الأعوان زاد خلط عليهم واحد ثالث وطلبوا تعزيز لأنه المسألة باش تتجاوزهم ويلزمها اختصاصات أخرين.
knew you was up to something, Jeff Dahmer. And I called y'all. And I told you over and over a million times that something was going on. And you know what you did? Y'all did nothing. في تصاعد هالأحداث، جليندا خرجت تسردك على البوليسية وتفهم فيهم أنه عندها مدة وهي تبلغ على جيفري دامير ولا منسمعها، رغم اللي حكيت لهم على تصرفاته الغريبة والحس والروايح اللي جايين من داره، وحكيت للبوليسية على زملائهم اللي خلاه طفل مراهق يرجع للشقة متاع دامير وكان في حالة غيبوبة، رغم إصرارها باش يثبتوا من بطاقة التعريف متاعه اللي هو مراهق. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية هبطوا جيفري مسلسل وطلبوا من تريسي باش ما يتحركش من غادي حتى لين يجي التعزيز. والزميل الثالث اللي التحق بيهم قايعس قدام الشقة باش ما يدخل لها حد. من الأول جاوا 6 أعوان ومعهم 3 مفتشين وزوز من المعمل الجنائي، في بالهم المسألة ما هيش بالحجم اللي باش يكتشفوه، وما كانتش عندهم فكرة على الهول متاع الاكتشاف اللي باش يلقاوه في هكا الشقة الضيقة، وشكون يجي لباله اللي هي كانت مسرح الأشنع الجرائم اللي تم ارتكابها في القرن الماضي. وعلاش ما تقولش أنه واحد من الأعوان حل فريجيدير ويلقى راسه كشاب توني على قجر الخضرة؟ المسكين خذا صدمة حياته من وقتها باش يبطل الخدمة في الشرطة ويبقى تحت العلاج. زميله جاء عوضه وجبد من الكونجيلاتور 2 ساشيات بلاستيك شفاف، واحد فيه قلب آدمي والآخر فيه عضو تناسلي. ووقتها البوليسية فهموا أنه المسألة أكبر برشا من الانتظارات متاعهم، وعلى هذاك زادوا كلموا السلطات الأمنية اللي بعثت لهم كل الدوريات المتوفرة في ميلوكي، ومعهم الخبراء والفنيين متاع المعامل الجنائية اللي موجودين في الولاية. في ترابط هالأحداث وفي وسطك البورتمان بدأ البحث على الجثث وبقاياهم، والمفتشين من جملة ما لقاو 5 جماجم ظاهر اللي وقع تنظيفهم بعناية، وفي قجر من القجرات الكبار لقاو هيكل عظمي كيف كيف وقع تنظيفه، معناها تحط مدة في المفرق باش تنحى منه اللحم. وفي نفسك القجر كان ثم شعر آدمي مسلوخ بالجلدة متاعو، وبالطبيعة في بيت النوم لقاوها كالبتية اللي ترعب منها تريسي واللي حلها دغاشة من قوة الريحة، ولقاو فيها أشلاء بشرية متاع عدة ضحايا، إيدين ساقين ريوس صدورات، وأغلبهم دخلوا في حالة تعفن وبحكم أنها كالبتية كان فيها أكثر من 200 لتر أسيد. وباش ما نطولوش عليكم، القائمة متاع الاكتشافات كانت طويلة وعريضة وفظيعة خاصة، ومعاهم الدم اللي كان موجود في كل بلاصة وفي كل تركينة، وهذاك دليل على أنه كل شبر من هكا الشقة عرف جريمة. المفتشين لقاو زادة بقايا متاع لحم بشري على معون متاع كوجينا ما بين سكاكن وفراشة وأصحنة، معناها جيفري كان ياكل في الضحايا متاعو بين هم وبصيفة منتظمة. في نفس السياق يلزمكم تعرفوا أنه المعون اللي جبدوه البوليسية من الدار متاع دمار عبارة على باتوار دي سي إلكتريك، مناشر كهربائية وسكاكن أنواع وأشكال، وخلف هذا كانوا ثم برشا بادن ودبابز متاع مواد كيميائية من الماء الفرق للي برودوي توكسيك يعني محلولات سامة، وجيفري كان يستعملهم في كل حاجة تستحصى عليه باش يتخلص منها بسهولة، والكميات اللي لقاوها كبيرة. وتسائلوا كيفاش هكا الجنار اللي يسكن فيه يرفع هذا الكل، لكن كما تعرفوا نحن نقولوا العود الرقيق يما يرفع من دقيق، وخلف هذا ما ثماش كان أدوات الجريمة، الجرائم نفسها كانت موثقة لأنهم لقاوا كراذن متاع بولارويد يعني صور فورية، وأغلب الضحايا متاع دامير وعددهم النهائي اللي بيش يكون 17 هذا يخلف اللي جيفري ما هوش بيش يقر عليهم، ولقاو كراذن متاع بولارويد يعني صور فورية فيهم أغلب الضحايا متاع دامير وعددهم النهائي باش يكون 17، خلف اللي ربما جيفري ماهوش باش يقر عليهم، والصور هذم كانوا في وضعيات خليعة بما فيهم جثث وقع تصويرها بعد تنفيذ عملية القتل. البوليسية شافوا في التصاور وعقلوا العديد من المفقودين هكا اللي بلغوا عليهم عائلاتهم، وهما وقتها تعداوا على يدين دامير ولاو في عداد الموتى، وأكيد راكم عرفتوا اللي هو يحتفظ بالتصاور متاع الضحايا متاعه باش يبقاو عنده كتذكار
ووقت اللي يتفرج فيهم الفيلم متاع الجريمة يتشرج في الذاكرة متاعه ويعاود يشوفه ويتلذذ الوقايع باللحظة باللحظة. لكن الشيء الهام الشرطة باش يلقاو بطاقات الهوية متاع كل الضحايا تقريبا، وكما سبق وذكرنا دامير كان يحتفظ بهم وما يطيشهمش. وباش ما نعاودوش نفس الكلام، المسألة ما هيش إهمال منه، لا، لأنه يحب الضحايا متاعه يعيشوا معاه ويبداو جزء منه. فيها التطور هذا من قضية دامير، مش لازم نقولوا أنه الخبر في ساعة وصل المسامع الإعلام، وفي أقل من ساعة هكا الشارع اللي في العادة يشتهاو فيه الناس باش تتعدى منه كهرباء ولا يملى ويفرغ بالكيران متاع التلفازات الجهوية والوطنية وخلطة العالمية، المقدمين في كل تركينة وبكل لغة، وهكا البوليسية ولات المهمة متاعهم مستحيلة في وسط طوفان من الصحفيين. خلف الفرايجية والجو تكهرب الأبعد الحدود، وتقرر باش يقع إخلاءك البلاس من السكان متاعو، وطلبوا منهم باش يغادروا حتى نين الشرطة ثبت من أنه ما ثماش حتى اختر عليهم من تالي هكا المواد الكيميائية اللي لقاوها في البورتمان متاع جيفري دومار. الحركة ولات كبيرة والعالم كامل شافك الأعضاء البشرية اللي خرجوها البوليسية، وبدأت الحكايات والإشاعات والأخبار اللي ما بين الصحيحة والكاذبة. وفي هذا الكل الولايات المتحدة قامت وقعدت، كيفاش قاتل متسلسل بالحجم هذا يصول ويجول من غير ما الأمنيين يتفطنوا له؟ في ترابط هالأحداث، بوجي فري راقد في خطاية نومه هو ومرته والتليفون عزق. هز التليفون يلقاها الشرطة معاه، قالوا له ولده تشد ومتهم بمحاولة قتل واحد اسمه تريسي إدوارد. وكي تم استدعاءه للمركز وبقاو يحكيوا معاه، السؤال اللي بداولوا بيه واللي هو عنده سنين وباقي شاكك، قالوا له تعرف اللي ولدك مثلي؟ بالنسبة للبو اللي سمعه ما هو السؤال، وإنما ضربة بكرتوشة أو دقة متاع مسمار بو عشرة، لأنه مسألة المثلية متاع ولده ما هوش مستعد باش يقبلها بالكل. حكاية وجعه، وحتى كيحكيه له على اللي عمله ولده جيفري وعلى اللي اكتشفوه في الشقة متاعه، ما جاوبهمش بالكل، اختار الصمت. ووقت اللي خلاوه وحده باش يسترجع أنفاسه بعد كالبشايع متاع ولده اللي سمعها، أضعف الإيمان اللي صدر منه هو أنه عمل بكية أو بالأحرى التغريدة على الخلفة الحارمة اللي جابها. والعرب عندهم مثال يقولوه فيما يخص واحد يبدأ عنده ظنوة فاسدة، يقولوا خبث الرجل الصالح في منيه، يعني نجم يكون في ذريته الكل وإلا في واحد ولا واحدة منهم. الحاصل بكى كما يبكي كل بو على طفل طلع فاسد وما يشرفش العائلة أو طفلة. البو ليونيل دامير بكى على الدمار والدمار اللي خلفه له ولده، وأمريكا بكت على سعدها من الغبينة متاع بوليسيتها اللي طلعوا في أعلى سلم الرذالة ومن عموش. بطبيعة الحال بدأت الفضايح تخرج، وبدأت الماكينة بتاع الشرطة تحاول باش تسكت الأصوات اللي تندد بالأساليب البوليسية البايدة وبالعجز التام متاعهم على حماية المواطنين من المجرمين والسفاحين كيما جيفري دامير. وركزوا بالذات مع جليندا كليفلاند جارة الساس متاع سفاح ميلوكي، وقلقوها في خدمتها لأنها شهرت بهكا زوز بوليسية الفاسدين اللي باللامبالاه متاعهم وغياب ضميرهم جناو على مراهق ولا راهم نعم الموت. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه التصرف متاعهم ما تسبلهم في حتى عقوبة جدية، فقط تتوقفوا أيامات ورجعوا لخدمتهم. لا والله زادوا ترقاو، واحد منهم يعني بالارزاك ولا على راس نقابة عامة للشرطة. والبوليسية قاموا زادة بعمليات تخويف استهدفت عائلات الضحايا اللي ولاو في حالة غليان كبيرة، وقلبوا وسائل الإعلام على البوليسية، وهذا مفهوم لأن أمور كمن هذه من المفروض ما تصيرش في بلاد كما الولايات المتحدة. وباش ما نفوتكمش بالحديث، أكثر الضحايا متاع جيفري دامير ما همش بيض، الكلهم ذات بشرة سوداء يعني من أصول إفريقية أو غامقة من السكان الأصليين متاع أمريكا يعني الهنود الحمر. لكن الأقدار شاءت أنه في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي القتلة التسلسليين هاجوا هيجة كبيرة في أمريكا، والشرطة ما تمكنت من القبض على أغلبهم
كان بشق الأنفس، وعلى سبيل الذكر شار الكوالين اللي يتقولوا أنه قتل 400 شخص ما بين 1983 و 2003. وبالنسبة لنا في نهج التريبينال هالعدد مبالغ فيه، وغاري ريجوي زادة والتسعين قتيل اللي خلفهم وراه، وإلا بسامويل ليتل لدي 93 ضحية، دافيد باركر 60، تيد باندي ما بين 30 و 40، وإلا جون وين جيسي 33. الحاصل الكلهم ارتكبوا أغلب جرائمهم في نفس الفترة، وجيفري دامير ما كانش فريد عصره، وإنما في زمرة من مجرمة طلعوا تقريبا فرد عوام وخلدوا أسماءهم بدم الضحايا متاعهم في سجل القتل التسلسلي، وضحكوا على ذقون البوليسية اللي كانوا منغمسين في الفساد وفي التحالف مع عصابات التهريب والمخدرات وغيرهم. في التور هذا من القضية أكيد راكم فهمتوا أنه السلطة اللي خافت منه تحت فيه، وقضية جيفري دامير اخذت حجم آخر ما كان حتى حد يتوقعه. وكما تعرفوا أنه أغلب الضحايا متاعه من المواطنين السود، فبالتالي النزعة الإجرامية متاع جيفري دامير هي عنصرية، لأنه هالأقليات هذو وقت اللي تقتل منهم واحد ما يسأل عليه حد، وخاصة كي يبدأ لونه غامق وزيد من المثليين. ولهنا موجة الغضب هذه باش يستغلوها زعماء المجموعات الأفرو أمريكية، وباش تولي بالطبيعة مظاهرات، والحكام الأمريكان يخافوا خوف أزرق من التحركات الشعبية اللي عندها خلفيات عنصرية لأنها بالحق وحقيقية، وعادة ما تكون عنيفة ودامية. وعلى فكرة أول مظاهرة صارت في قلب ميلوكي فيها حشود كبيرة من الأفرو أمريكان والمناهضين للعنصرية ومن الجمعيات المدافعة المثلية، ودارت فيها لافتات وشعارات وأبواق، وتلمت الكراهب متاع الشرطة وما تسمع كان أصوات لسيران، وتدريجيا الجو سخن، وبدأت أول المواجهات وتجبدت المطركات من شيرة والعسيم الشيرة الأخرى، وشعرة لولات أعمال عنف وتكسير وحرق، لكن من ألطاف الله تفضت وتدخلوا فيها العقلاء. وفي الحقيقة اللي ما خليش الأمور تتردى هو وقت اللي جاء قصة جيسي جاكسون، أكبر مناهضي العنصرية وزعيم متاع السكان السود، وسبق أنه تقدم للانتخابات الرئاسية الأمريكية كمرشح على الحزب الديمقراطي. وباش ما نطولوش عليكم بحديث القصة، جاكسون قابل والي الويسكونسن ورئيس بلدية ميلوكي وعمل لهم شبه تهديد فيما يخص الطريقة اللي باش يتحاكم بها جيفري دامير، وربما إمكانية تقليص العقوبة عليه لأنه ضحاياه الكل معظمهم السود، وقال لهم بالحرف الواحد أنه من مصلحتهم إجراء محاكمة عادلة دون أي حياد. في نفس الإطار جيفري دامير أثناء الاستنطاق متاعه كان متعاون الأبعد الحدود مع المحققين، وحكى لهم على كل جريمة عملها بالتفصيل، وعلى تخديره للشبان المراهقين اللي غرر بهم وتنكيله بالجثث متاعهم وتفكيكهم وإتلافهم بالمفرق وبالحرق، خلف لوكانيباليزم يعني مسألة أكل اللحوم البشرية. الحاصل دلهم على كل حاجة ممكن تسهل لهم معرفة الحقيقة وجمع الأدلة المادية. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، ليونيل دامير يعني الوالد متاع جيفري الهاجس متاعه بدأ يظهر تدريجيا، وكان يلوج في طريقة يرضي بها ضميره. بعبارة أوضح يحب يبعد على روحه الشعور بالذنب لأنه بعد على ولده هو صغير وهمله، وهكا الأمور متاع التشريح وتفريغ جثث الحيوانات اللي علمهم له في الصغرى باش يظهروه قدام الناس أنه هو المسؤول الأول على المنحى الإجرامي اللي خذاه ولده، وبالتالي ولا يلوج كيفاش التهمة هذه ما تتبعوش، وطلب من المحامي باش يكون ملف طبي يعني يعرض دمير على أطباء نفسانيين يعاونوه، ويطلبوا من المحكمة إيداعه بمستشفى الأمراض العقلية مش في السجن. والغريب في الأمر أنه جيفري بنفسه رفض المسألة هذه، وقال اللي هو في كامل مداركه العقلية لا هو مهبول ولا هو غير مسؤول على أفعاله، ورغم محاولات بوه الكل استمر في الرفض. وصل لي قارن فيه بقاتل متسلسل اسمه إيد جين، والاختصاص متاعه كان إخراج الموتى من القبور متاعهم واستعمال الهياكل العظمية متاعهم كأدوات ديكور،
ملخص لحديث جيفري وقت اللي يمثل قدام الحاكم وبعد ما تعداوا العديد من أفراد العائلات متاع ضحاياه وأدلوا بالشهادات متاعهم، تمنوا أنه جيفري يعدي بقية عمره في الحبس من غير إمكانية صراح، لأنه حكم الإعدام في ولاية ويسكونسن تلغى. أودامير نفسه تكلم وعبر عن ندم متاعه وقال اللي هو يفهم الوجيعة والمعاناة متاع العائلات اللي فقدوا فرد منهم وهو اللي كان السبب في قتلانه، وأكد أنه مهما يعمل ما يكفرش على ذنبه. كلام جميل قالت الغناية، وظاهر أنه المحامي متاعه وصاها عليه لأنه كان واضح ومعبر ويعطي إحساس أنه نابع من القلب، في حين أنه جيفري كما تعرفوا القلب متاعه حطه في كونجيلاتور من زمان، يعني من اللي صغير. لكن هالمحاكمة متاع جيفري على الأقل مكنت بوه ليونيل وأم جويس باش يتقابلوا بعد سنين، لكن الأحقاد بقات هي موجودة، والبو باش يلمع الصورة متاعه في المحكمة ويظهر روحه أنه يساعد في ولده، تهم مرته قدام الناس الكل في القاعة أنها هي السبب في اللي صار لجيفري، وهي وقتها تسيبت عليه وجبدت له حكاية التشريح والأشياء اللي علمهم الولد على أساس أنه هذوكم اللي صنعوا منه مجرم. البو سكت ودار على روحه. في نفس هالإطار القضائي، العقوبة اللي تسلطت على جيفري دامير كانت منتظرة وتتمثل في 15 مرة السجن مدى الحياة، معناها ما عادش يخرج من الحبس حتى يموت، وتزادت له عقوبة أخرى واللي هي رقم 16 وتحكم عليه فيها بالسجن مدى الحياة، وهذه فيما يخص أول ضحية ليه واللي هو ستيفن هاكس، وتم إيداع السجن في الويسكونسن. جيفري دامير شد بياسه في الحبس، وهالعقوبة هذه بطبيعة الحال عملت تخفيف نوعا ما من الألم متاع عائلات الضحايا، لكن ما حلتش المشكلة متاع أبوه ليونيل ولا أمه جويس اللي كانت مريضة كالعادة وديبريسيف وتشرب فينو دواء. مشيت لبرشا عائلات جيفري قتللهم ولادهم وطلبت منهم أنهم يسامحوه، بطبيعة رفضوا. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، جويس قاعدة تنهير في دارها وكتبت زوز جوابات لولادها، واحد لجيفري والاخر لدافيد، تطلب منهم في السماح وتعتبر روحها اللي ما كانتش في المستوى وما هيش الام اللي يستاهلوها. ها هوكا في الاثناء حلت الشبابك باش يدخل الهواء ونحت تويوم تاع الغاز على اساس باش تنتحر. بطبيعه الحال الجيران شموا هكا الريحه وتمكنوا من انقاذها في اخر لحظه، وهوكا كلام راجلها طلع صحيح. في محاوله الانتحار الثانيه متاعها هزوها باللومبيلونس ومنعت كما المرة الأولى، وهو قال للشرطة راهي تعمل في روحها تنتحر ومن بعد تمنع. ولهنا نرجع لجيفري والبياس متاعه في الحبس. في هالمرحلة هذه ومن الحياة السجنية متاع جيفري دامير اللي نجمو نقولوه أنه مدبرها، ما نحكيوش على عمله لأنه حطوه في سجن انفرادي لأسباب أمنية تخصه هو، لكن في الفترة هذه أموره عال العال، والمرابيط الاخرين ما كانوش عندهم فكره عن الجرائم اللي عملهم، اما كانوا ملاحظين انه التصرفات متاعو غريبه. في المطعم متاع السجن كان يتكومك وتفادليك وماسط، وعلى سبيل المثال مره حط طرف دجاج في صلصه متاع طماطم وقال للمساجين على طول صوته تخيلوا انه هذا اصبوع مخصوص، وحطه في فمه وبدا ياكل فيه ويقرمش قدام التقزز والاستيام متاع الحاضرين اللي ظاهر على وجوههم. ومن جملة الأعمال متاعو مرة عطاه رشوة الحارس باش يجيب له شريط كاسات، أشنو اللي فيه؟ صوت متاع بالين، ويسميوه شون إيسون دو لابالين أبوس. وكي طاح الليل وكل مرابيط رقدوا عيفهم في حياتهم، حالل هكا الكاسات على الأخر والصوت متاع البالين موحش، والمرابيط ولاو يسيحوا لأنه ما خلاهمش يرقدوا، وبداو يعيطوا سكت علينا يا جيفري سكت شعملنا لك لا يبارك لك، وكل واحد كيفاش يسب. وهو في الشمبري متاعو شايخ مغطي عينيه بمنشفة لأنه الضوء ديما يقعد محلول في الحبس، حتى لين جاه غارديان وفك له هكا الكاسات. لكن اللي مشيخو أكثر هما الفلوس اللي كانوا يبعثولو فيهم مغرومين بيه لفان متاعو السيد ولا ستار، وعنده صاحبات ويبعثولو في الدولارات في وسط الجوابات، وحتى من خوه دافيد استثمر هالربطية هذه ولا يبعث الخوه الجيفري في أوراق بيض، ودامير يعمل له فيهم دي زوتوغراف وهو يبدا يبيع فيهم.
الحاس اللي هربت ايام تاع دامير وليت فيها دولاب داير بما فيهم بوه ليونيل. عمل الكتاب على ولده والجرائم نتاعه وصور بيه برشا فلوس، وفي امريكا ما يفلتوا شيء، اي حاجه وراها دولار تولي يستغلوها. في تسلسل ايامات السجن، علاش ما تقولش انه ثم مربوط اسمه كريستوفر سكارفر عمره 22 سنه وتسلطت عليه عقوبه بالسجن مدى الحياه لانه قتل واحد يخدم معاه فرد شركه. وباش تكون الصوره واضحه، هالمربوط هذا هو افرو امريكا، ومن اللي دخل الحبس ولا ساكن في الشابيل يعني الكنيس، يعدي وقته الكل غادي يتعبد والا مع الباباس. ومن نهارة الحكاية متاع الريستوران ولا ما عادش يحمل دامير بالكل، ومشال إدارة شؤون المساجين باش يسقسي عليه ويعرف علاش تربط. من الأول الموظفة ما حبتش تعطيه حتى معلومة، لكن من بعد ما ادت له الملف متاعه ولقى فيه كل الجرائم متاع جيفري، وغادي عاد فين ولا يحقد عليه ويعتبره بليس متجسد في صورة آدمي. وبالنسبة ليه الجرائم اللي قام بها هي عداء للدين وللعقيدة المسيحية. وعلاش ما تقولش أنه في مرة من المرات مربوط دغر دامير في رقبته، وإدارة السجن اعتبرتها عملية مجانية، وربما كانوا يتصوروا سكارفر هو أقرب واحد اللي ناوي باش يذي دامير. باش ما نطولوش عليكم بحديث، جيفري عدى جمعة هو راقد في الانفيرموري، ويمكن من الحادثة هذيك اللي صارت له حس بالكراهية الموجودة في المحيط متاعه، ومشى للباباس وطلب منه باش يدخله للمسيحية، معناها يعمل له امباتيم معمودية باش يولي مسيحي على بزو معناه. ولهنا الموقف يفكرنا في كاترين دامير، يعني ممات وأمبوه، كانت ديما تلحلح بيه باش يمشي للكنيسية فماش ما ربي يهديه، وهو ما يحبش. سألته قالت له علاش ما تحبش تمشي للكنيسية؟ قال لها أنا ملحد ما نمنش. المسكينة حزنت وقالت له ربي يهديك. وعلى فكرة الماما بتاع جيفري دامير خرجت إشاعة تقول اللي هو قتلها، لكن في الحقيقة هي ماتت نهار 25 ديسمبر 1992 وعمرها 88 سنة، وكان يحبها برشا وما يحب حد غيرها خاصة أمه. ومن غريب الصدف أن وقت اللي جيفري دامير كان يخضع للطقوس متاع المعمودية هذه باش يولي مسيحي، وبالتحديد نهار 10 ماي 1994، مجرم كبير اسمه جون وين جيسي تم تنفيذ حكم الاعدام فيه، وتلقى الانجكسيون ليتال يعني الزريقه القاتله في سجن ستيبل. وهالتنفيذ متاع حكم الاعدام هو نتيجه مقام به المجرم هذا، قتل 33 مراهق، واخر كلمه قالها وقت اللي قالوا له عندك شي ما تصرح قبل ما تموت، قال لهم تبا. وتبا هذه مترجمه على الافلام متاع الاكسيون الامريكان، وصالحة في كل الوضعيات اللي يبدأ فيها كلام ما يتقالش. في ترابط هالأحداث وأحداث السجن مربوطة بمرابيتها، دخول جيفري دامير للمسيحية ما عجبش هكا كريستوفر سكارفر، وشاف فيه اللي هو تدنيس للمسيحية وما يستاهلش باش يكون ما بيناتهم. وشاءت الأقدار في صباح 28 نوفمبر 1994 باش جيفري دامير يقوم بالكرفي متاعو الصباحي كما المرابيط الكل. الجارديان حل عليه الزنزانة وقال له قوم كرفي. وتعدى المربوط آخر اسمه جيسي أندرسون، كالعادة حل عليه الزنزانة قال له قوم كرفي انت وجيفري. والاثنين مشاو مع بعضهم وهما يفدلكوا زاهين باش ينظفوا قاعة الجيمناس الكل بما فيهم التواليت واللي دوش، معناها قاعة الرياضة اللي فيها كل شيء من البارات الحديد مكان يعملوا بيهم العبار وغيرها من الحاجات اللي تقوي العضلات. جيفري وأندرسون مازالوا يحكيوا مع بعضهم وباش يبداوا يخدموا، والغارديان جاب لهم سكارفر وقال لهم باش يعاونكم ومشى، ومن المفروض يبقى يعس عليهم لأنه اللي باش يصير يولي فيه نقطة استفهام. قالوا له مرحبا بيه، بالنسبة ليهم اللي يعمل الخير ما يشاورش. ولهنا سكارفر قال لأندرسون يجي عاوني، خلينا نبداو بالأدواش والتواليت. مشى معاه جيفري دامير بقى في الصالة اللي ترانيو فيها الميسكولاسيون، يعني قاعة الحديد للي يحب يفتل عضلاته. ما تعداوش دقيقتين وصوت أندرسون ولا يلعلع يستغاث في وسطك التواليت واللي دوش، وكريستوفر سكارفر داخل عليه بعصام تاع بيسبول على راسه فشخوله تفشيخ حتى لين قطع نقيق.
ومن بعد رجع بحذا دامير اللي بقى يخزر له ويثبت فيه واستلبس ما تحركت منه حتى شعره. وسكارفر قالوا اندرسون هذاك واحد خامج مجرم قاتل مرته، أما قدام اللي عملته انت يتسمى حمل وديع، يا مجرم يا سفاح يا قتال الأرواح، تغتصب شباب وصغار عمارهم 14 سنة، تغتصبهم وتقتلهم وتاكل لحمهم من غير لروف لحن، وخلف هذا انت يا راسيست اللي قتلتهم الكل ما همش بيض همش في لونك، لأنهم حقهم مهضوم، وحتى كيموت واحد كلب في زبالة. جيفري قال له ألا غالب أنا غلطت وتو رجعت الربي وليت نمن بيه. قال له أنا زاد نمن بيه، لكن الإله متاعي يعاقب يقتص، وعلى هذاك كلفني باش قتلت أندرسون وتو باش نقتص منك بأمر إلهي. حاضر؟ دامير قعد يخزر له، قال له ويه حاضر. ولهنا سكارفر بك البذن المفتول العضلات يعطيه بونيا، جابوا ملتوخ في القاعة وجاب بارة متاع حديد وبدا يضرب فيها على وجهه على اليمين على اليسار وعلى راسه باش يخولو تفشيخ. وجيفري دامير لا درق وجهه بيديه لا عيط ولا قال آه، ارضى بالأمر المحتوم. وأكيد في اللحظة هذيك اللي قاعد يتلقى فيها في الضرب الفيلم متاع الضحايا متاعه الكل تعدى قدامه، وخاصة أول ضحاياه واللي اسمه ستيفن هيكس، هكا الطفل اللي كان ماشي باش يتفرج في الحفلة وهزوا للدار وقتلوا بألتيرا حديد متاعك اللي تريناو بها العبار في السال دو ميسكولاسيون، ونفس الموتة متاعه صارت بالحديد متاع الرياضة. في ترابط هالأحداث يلزمكم تعرفوا أنه العملية صارت في 4 دراج، وبعد ما يقارب 20 دقيقة يعني مع 8 و10 دقائق بالضبط تم اكتشاف جيفري دامير ملوح في القاعة متاع كجيمناس ويتوجع وعنده جروح كبيرة في وجهه في راسه. جيسي أندرسون وجيفري دامير بالوقت هزوهم في أمبيلونس للسبيطار. الخبر متاع موت جيفري دامير متأثرا بجراحه بكالبار الحديد وصل للحبس، وبعده هو بساعتين زاد وصل الخبر متاع أندرسون يعني مات. وبالطبيعة حتى حد ما كان يستنى في نهاية كمن هذه السفاح ميلوكي اللي صال وجال على الأقل 13 سنة. جيفري دامير وقت اللي مات كان عمره 34، من المفروض الموت متاعه هو عقاب إلهي للمقاتل البشعة اللي قام بها، لأنه عائلات ضحاياه صعيب الجروح متاعهم باش تتسكر وقت اللي يبقى على قيد الحياة في الحبس. وفي نهاية هالسلسلة الخاصة بالقاتل التسلسلي الرهيب جيفري، الخلاف ما بين أم وبوه ليونيل وأم جويس تواصل وزاد كبر حتى بعد ما مات هو، لأنه بيناتهم محاكم وعرك ومعروك، ومهما يعملوا المسؤولية متاعهم في صقل المواهب الإجرامية متاع جيفري لا تجعل أي مجال للشك، وباش يكملوا حياتهم بشعور بالذنب مستحيل يتنحى، علما وأنه إلى حد بث هالخماسية الخاصة بجيفري دامير ما زالوا عايشين. وجيفري ثرنتو عمل وصية في حياته باش وقت اللي يموت يعملوا له انسينيراسيون يعني يحرقوه، وفعلا بعد عام الممات متاعو تم حرقه وأم وبوه تقاسموا الرماد متاعو. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.